السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زهرة الصحراء. اليوم تنقترح عليكم الكبدة المشوية بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة مناسبة عيد الأضحى. أتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلام وطول العمر. خليكم مع طريقة التحضير. التحضير بولفاف الكبدة مشوية، وانتم الشحمة هي كيف ما شفتوا غسلتها بالماء والملح وخليتها حتى تقطرت مزيان من الماء، والكبده كذلك غسلتها. دابا غنقطعها شرائح طويله وغادي نشويها. وكنحتاجوا العطريه، كنحتاجوا ملعقه كمون لان الكبده كتحتاج الكمون مزيان باش كتجي لذيذه. نص معلقه تاع الملح، الملح على حسب الاختيار، قليل من الفلفل الاسود، شويه قزبر الا كان قزبر يابس ومطحون يكون احسن. انا غنحط غير شويه قليل منه. كناخذ واحد السكين يكون حاد، كنقطعوها بحال هكا شرائح. بسم الله. ناخذ مقله تكون مزيانه ما تكونش تلصق. بسم الله. نخليوها تسخن، نحطوا فيها الشرائح ديالنا بالطريقه، خليهم ياخذوا غير شويه اللون ما يبقاش داك الدم يخرج. من بعد غنكمل معاكم طريقه التحضير. تتمشوا نقلبها مباشرة غير يولي اللون ديالها بحال هكا. أما مازال عاود غادي نطيبوها مع الشحنة. كذلك هذه حتى هي غادي نضيفها. دابا هي بدات تنشف لينا، شفتو كيف مشو قلبتها من الجوانب تحمرت ما شاء الله. دابا غادي ندوز طريقه التقطاع نتاعها. دائما تقلبوها باش هذاك الدم اللي تيخرج ما يبقاش، وطيب لينا نص طيبه ماشي غطيب كلها. من بعد غنكملوها مع الشحمة باش تطلق فيها البنة مزيان وتجي رطبة. بسم الله. ندوزو طريقة التقطاع. قطعها إلى مربعات صغيرة. هانتوما كيف ما شفتو راها طايبه، نص طايبه، باقا سين يوم من الداخل. والطريقه سهله كتسهل علينا بزاف. كاين بعض الاخوات كيسلقوها، كنتمنى ديروها الطريقه ديالتي وكتستافدوا من الكبده نتاعتنا، لان السلق كيروح الفائده كلها اللي فيها. الطريقه سهله التحضير، كتوجد بسرعه. غندوزو التقطاع ديال الشحمه تاعنا، كنعملها هكا بالطول ومن بعد كنقطعوها شرائط. هانتوما كيف ما شفتو هادي هادي بلا ما نقطعوها. إذا كانت الشحمة غليظة نزولوها من هنايا، ما كاينلاش نديرها باش ما تعملش لينا واحد الدخان. إلا عندكم الفحم أو المجمر حطوها فيه غيكون أحسن، وإلا ما كاينش تعودوا تعملوها نفس الطريقة في المقلة كيف ما وريتكم دابا شوينا في الأول. نغلفوها بالشحمة ونعودوا نحطوها في المقلة. البوفاف ديالنا راه كيجي رائع، ولكن إلا كان على الجمر على النار أو على الفحم كيجي لذيذ بزاف. متشبعوش منه. نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه ان شاء الله، وعيدوا تعيدوا وتعاودوا يا رب. انا غنكمل هذه الشحمه اللي عندي ومن بعد غنكمل. ما قطعت البولفاف ديالي، شوفوا كيف ما شفتوا هو جا ناشف ما بقاش يدور فيه كاع نهائيا الدم. كنزيدوا الملعقه ديال الكمون، الكمون راه كيحتاج مزيان، ونضيفوا الملح، الملح على حسب الذوق، قليل من الفلفل الاسود باش نخليو الكبده تاعتنا
لذيذة غير بالكمون، او ما تحطوش كاع، شوية من القزبر اذا كان القزبر يابس يكون احسن. نخلط كل هاد المكونات، شو هاد الرائحة اللي طالعة ما شاء الله، ريحة بتشهي طرية، تقدر تاكل فحال ما هكايا. انا شوفوا الطريقة اللي عملت، راه كتخلي الكبدة بتية وطرية مزيان. نسيت اخواتاتي عملوا رشة من الملح على الشحمة، بسم الله. الطريقة ها هي كيف ما شفتوا، سهلة وبسيطة. غناخدو الكبدة ديالتنا وغادي نلفو على الشحمة بحال هكا، نحطوها في هذا، وحده غنلفو على الشحمه وحده غنحطوها مباشره بلا ما نلفو لها بحال هكا. غادي نكمل هذه الطريقه نتاعتي وغادي نرجع نوريكم كيفاش كنطيبها على الفحم. كيف ما شفتوا، ها هو الجمر جاهز، درنا عليه واحد البريريد اتاي، كيكملوا القطبان مع البراد اتاي على الفاخر. يا سلام، ان شاء الله. شوفوا بسم الله، بعد ما حطيت شويه على النار خليتها تعقم تحرقت شويه، دابا غنحطوا القطبان ديالنا ونرصوهم جنب بعضياتهم باش ما تحلش لينا هاد الكبده وما يطيحش لينا الشحمه. نرصهم بحال هكا. نتمنى هاد الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. كيف ما شفتوا الطريقه سهله جدا، ما كتاخذش معنا الوقت بزاف. غادي نسد عليهم شويه، يا سلام على الريحة. نحاول نوزعوا الدخان، ما نخليوهاش العافية تطلع في الشحمة وتحرق لينا بسرعة. شوية على راحتك، ما تبان لينا النار بدات تشعل، نحيدو ونطفيوها بحال هكا باش نتابع، او نعاودو تاني نحطوهم. وانا كنستمر على هاد الطريقة حتى من بعد ما يكون الشكل النهائي انتهى. شفت ما شاء الله مطابو من هاد الجهة، الشحنة دابت واللون حمر جميل. البراد ها هويا باقي فوق النار، غدينا يطبخ. دابا غنضيفو له السكر، بسم الله. الأولى نعاودو نضيفو الثانية، والحلاوة على حسب الذوق، كل واحد شو كيحتاج. وغادي نسموه بالمرمية أو السامية، كل واحد شو تيقول سميتها. هاهي كيف ما شفتوها، غنحط غير جوج الورقات، والفاخر راه كيخلي اتاي لذيذ بزاف. واخا تحطو غير اتاي لحالو مع السكر كيجي ما شاء الله. صافي دابا ما علينا الا غنرفعو من النار ونوريكم الشكل النهائي تاع الكبده ديالتنا المشويه. كيف ما شفتو تبارك الله جات محمره وطيبه وكتشهي. نتمنى هذا الفيديو تاع اليوم الى عجبكم، ما تنساوش تدعموا القناه تاعي بالاشتراك وتفعيل الجرس. ونتمنى يا ربي هذا العيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وعيدكم مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم.